السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من إقليم العرائش، بالضبط جماعة العمرة. وكتشاهدوا هذا الشيء، هذا خطير. نطلب الله السلامة أكيد، ونتمنى بطبيعة الحال تكون السلامة للجميع أكيد. إذا الكاميو ديال التبن غادي كله مايل بسبب الحمولة الكثيرة اللي هازة. الكاميو ديال التبن كما كتشاهدوا الصورة أبلغ وغنية عن أي تعليق للأسف الشديد، وكيشكل خطر على المرأة بطبيعة الحال وعلى المواطنين. كاميون ديال الزبل، كاميون ديال التبن عفوا، كما كتشاهدوا عامر بالتبن وغادي مايل. ونطلب الله بطبيعة الحال، نتمنى من الله أن تكون السلامة أولى السائق وما تكونش أخطر بطبيعة الحال. مزيدا من الحيطة والحذر أكيد، لأن الكاميون كيشكل خطر على السائقين وعلى المارين بطبيعة الحال، لأن كما كتشاهدوا عامر بالتبن، عامر بالتبن كما كتشاهدوا وغادي مايل. نتمنى من الله أنه ما يطيحش علينا بطبيعة الحال. كما كتشاهدوا كاميو ديال التبن غادي كله مايل بسبب الحمولة الكثيرة اللي هازة. نطلب الله بطبيعة الحال انه ما يتسببش شي حادث يصير او يتقدر يتقلب لا قدر الله. نطلب الله السلامة اكيد للسائق، ونطلب الله السلامة للجميع، ما نبغيو حتى شي واحد يتضرر. خاصة ان الطريق كما كتشاهدوا الطريق كلها حفاري، يعني راه كيشكل خطر على المواطنين بطبيعة الحال، وخاصة انه غادي في هذا الطريق اللي كله حفاري وكما كتشاهدوا كيميل غير بوحديتو. نطلب الله السلامة اكيد، نتمنى من الله بطبيعة الحال ان ما توقعش شي حادثة اللي لا قدر الله لو وقعت غادي تكون خطيره. كما كتشاهدوا كاميون ديال التبن تبن عامر كله مايل بسبب الحموله الزايده والحموله الكثيره اللي هاز. الصور ابلغ وغنيه عن اي تعليق للاسف الشديد. نتمنى بطبيعه الحال من الله ان السائق يدخل يرجع للعائله ديالو بطبيعه الحال والاخر ديالو سالما غانما. نتمنى بطبيعة الحال أنا من السائقين يردوا البال بحال هذه الحمولة الزائدة اللي كتسبب خطر عليهم على الصحة بطبيعة الحال ديال المواطنين الآخرين. نطلب الله السلامة اكيد متابعين الاوفياء، الكاميون ديال التبن غادي كله مايل بسبب الحمولة الكثيرة اللي هازة. نطلب الله بطبيعة الحال ان ما توقع بطبيعة الحال حتى شي حاجة، لان الشيء هذا كيشكل خطر على على الكاميون السائق بطبيعة الحال وعلى المواطنين. اذا لازلنا عبر البث الحي والمباشر مباشرة من اقليم العرائش، وبالضبط بالقرب من دوار برغة تابع لتراب جماعة العمرة عملة إقليم العرائش، في الحدود بطبيعة الحال ما بين عملة القنيطرة وعملة العرائش. وكما كتشاهدوا خطير جدا كاميون ديال التبن غادي كله مايل بسبب الحمولة الكثيرة اللي هازة.
الامانه والسلامه اكيد للجميع. نتمنى بطبيعه الحال من السائقين انهم يردوا البال، لان الحموله الزائده راه تودي به في فيراج او في حفره للاسف يقدر يتقلب. والله السلامه اكيد ما نبغيوهالوش وما نبغيوها حتى شي واحد بطبيعه الحال. ما نبغيوهالوش وما نبغيوها حتى شي واحد. اذا خاصه كما كتشاهدوا الطريق راه كامله حفاري كامله محفره.